المسلسل ده أنا طبعا في يعني مشاهد لأجهزة الأمن واللي عملته ده حجمه قليل من جهد عمل في أصعب وقت، وما زلنا لغاية دلوقتي. لكن أنا بتكلم عن وقائع خاصة بالدولة. أنا عايز أقول لكم الموضوع اللي حصل فيه تهديد مباشر للجيش اتعمل 3 مرات. مرة اتعمل مع المشير الله يرحمه حسين طنطاوي، إن لو الانتخابات والنتائج طلعت غير الرئيس الله يرحمه مرسي يبقى البلد هتولع. المرة التانية لما خيرت الشاطر قال احنا نقدر، حرقنا المقرات بتاعت الامن الوطني ونقدر نعمل محاكمة شعبية ليهم ونحاكمهم. المرة التالتة كانت ليا شخصيا، قسما بجلال الله، 45 دقيقة يعمل لي بإيده كده، 45 دقيقة يقول لي هنقتل وهنجيب من كل حتة وهتولع الدنيا. أنا بقسم بالله، عشان في ناس كتير يقول لك إيه ما تطلعوا لنا الحاجات دي، أنا أقسمت بالله عشان أنتوا هتلاحظوا إن رد الفعل على المسلسل ده حالة من الاستنفار الشديد من جانبهم، وادعاء وتشويه وزيف. صحيح بيعملوا كده، رغم إن أنا قعدت 7 سنين لم أذكرهم مرة، كنت أقول أهل الشر عشان أدي فرصة لأهل الشر إنه يتراجعوا عن الشر. يا رب يهدينا كلنا.